السلام عليكم. عرف الطريق الوطني رقم 109 في شطره الرابط بين بلديتي مارينا والتوريرة بسيدي بلعباس حادث مرور خطير تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية ما تسبب لركابها بجروح تم نقلهم للمستشفى. وفي سياق ذي سلة تسببت شاحنة في وفاة صاحبها ببلدية عين قشرة ما أدى إلى تدخل إسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية بتمالوسة حيث وقع حادث مرور نتج عن اصطدام شاحنة بأخرى كانت مركونة على الطريق بعدما أصيبت بعطلة بالمكان المسمى الطريق الولائي رقم 7 منطقة الصفصافة بلدية عين قشرة. وقد أسفر الحادث عن وفاة شخص يبلغ من العمر 43 سنة ينحدر من ولاية قسنطينة حول إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تمالوسة مع إصابة آخر بصدمة هو الآخر يبلغ 43 سنة وقد نقل إلى العيادة متعددة الخدمات عين قشرة على متن سيارة الإسعاف. فيرجى أخذ الحيطة والحذر من مستعملي الطريق.